سلامة حبيبي، الله ببارك يخليك. لك الفوز النهارده، اول انتصار في المجموعه، ببارك لك استمرار الامل للجوله الاخيره حتى وان كان لسه امل مشروط. مبروك. الله يبارك فيك، وخلينا نقول يا هاني الانتصار ده، وان شاء الله المباراة القادمة كمان، ده حفظ ماء الوجه او ده رد اعتبار يعني لجمهور نادي الزمالك على الاداء المخيب للامال في البطولة. وان كان انا شايف ان المباراة النهائية اللي هي الترجي والمولودية، اعتقد اللي هي هتخلص من دلوقتي، وانا بقول لك هتخلص تعادل، لانه يعني مش هيبقى في فرصه احسن للترجي او المولوديه اللي هم خرجوا نادي الزمالك من البطوله يعني زي دي. لكن برضو خلينا نقول الامل قائم، وبس يعني الفوز بتاع النهارده وان شاء الله المباراه اللي جايه ده يخلي يرجع الثقه الزايده، الثقه الغائبه عن لعيبه نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، وثقه الجمهور في الفرقه بتاعتها للتركيز للدوري يعني أيوة. بنسبة كبيرة. وأنا شايف إن التركيز في الدوري بقى أكتر من البطولة أفريقيا يعني. تمام. طيب فنيا النهارده ايه اللي اختلف في الزمالك؟ هل في تحسن؟ هل في يعني ظهور بصمات لكارتيرون استغلالا لفترة التوقف؟ أعتقد إن الشغل اللي بان النهارده هاني يعني حتى الشق البدني زاد شوية، شايف اللعيبة كلها بتشتغل بشكل كويس سواء في الهجوم وسرعه الارتداد. شايف ان برضه بعض اللعيبه اللي على علامه استفهام، وانا شايف اللي هي لازم يعني تراجع نفسها للفتره اللي جايه عشان تساير الاداء بتاع نادي الزمالك وخصوصا في الدوري زي والمنافسه مين يا كابتن الاهلي. وليد؟ رقم واحد اوباما اللي جاب اول هدف، رقم اتنين بن شرقي، يعني انا شايف الاثنين دول لعيبه كويسه على مستوى عالي وبيكسبوا الزمالك في مناسبات كتير جدا. هنقول اوباما بيعوض بالاهداف اللي بيجيبها، لكن برضو الاداء بتاعه يعني لو ما جابش جون هيبقى الاداء عليه علامه استفهام، لكن هنقول هو احرز هدف. تمام. بن شرقي بقى اللي عليه علامات استفهام كتير جدا الفتره اللي فاتت، وان كان اللي هو كان حل من حلول الثلث الهجوم لنادي الزمالك في تخليص المباريات الكبيره يعني، ايوه. بس بقى له فتره كبيره بعيد عن مستواه. فاتمنى ان الفرقه مع يعني رجوع اداء اللعيبه الاثنين دول بالذات مع الاداء الجماعي، اعتقد اللي هو هيضيف كتير جدا لقوه نادي الزمالك. تمام. طيب انت بتتكلم على ان المباراه اللي جايه انت عارف انه كده كده المولوديه والترجي من وجهه نظرك هتبقى الدنيا هاديه قوي، فالزمالك ربما يودع البطوله، فالاهم ان هو يركز في الدوري. طيب بالظبط. بتكلم بقى انا معاك على المهاجمين دلوقتي. انت عندك سيف الجزيري بيلعب في المحلي، وعندك مروان حمدي النهارده بيلعب اول مباراه ليه تحت قياده كارتيرون وما بيكملش مباراه، بيلعب شوط وبديله هو حميد أحداد اللي لعب الشوط الثاني. شايف ازاي الاعتماد على المهاجمين؟ مين الأنسب في وجود طبعا كمان رابعهم أسامة فيصل؟ اعتقد في الدوري المحلي احنا شايفين ان سيف الدين الجزيري هو الفرود المميز دلوقتي في هجوم نادي الزمالك. وان كان مروان حمدي انا شايف اللي هو برضو الولد مظلوم بنسبه كبيره، لانه اتحط حتى النهارده في المباراه لازم الزمالك يفوزها. ايوه. وهنقول ان مروان يعني مش لعيب دولي من قبل ما يجي المقاصه، يعني ما لعبش في منتخبات ناشئين او شباب او اول، زائد اللي هو انضم ودخل على نادي الزمالك نادي كبير والنادي عليه جماهير كبيره، والسوشيال ميديا ممكن تقلب بتويتر تقلب الدنيا. فاعتقد اللي هو مضغوط نفسيا شويه. النهارده اخذ شوط اولاني مش هنقول برضو ادى بالمستوى المطلوب، لكن برضو نحط في اعتبارنا انه برضه لعيب صغير وخايف، لازم احكم عليه ثلاث اربع ماتشات ورا بعض واديله الثقه على اساس ان يبقى هو اضافه مع سيف الدين الجزيري. وان كان برضه ان في علامات استفهام ان اسامه فيصل مش موجود ويبقى فيه حميد احداد، دي برضه تبقى بترجع للمدير الفني كارتيرون اللي هو شايف ان اسامه فيصل كده بعده خالص، لانه ما خدوش معاه حتى في السفريه. ايوه.
يعني برضه يعني الفترة اللي جاية هو سيف الدين الجزيري في المحلي، ايوه ولازم يشرك معاه مروان عشان يديله الثقة يعني. تمام كابتن وليد، انا بشكرك جدا على وجودك معايا مره تانية. مبروك الفوز النهارده، حتى وان كان لسه الامور تبدو بعيده عن الزمالك، لكنه فوز وصفه بالمهم.